السلام عليكم، فيديو جديد من سلسلة ديال الأثمنة. اليوم غادي نهضروا على الأثمنة ديال هواتف آيفون أو هواتف أبل مقارنة مع آخر فيديو درتو على الأثمنة ديال هواتف أبل. فتقريبا جميع الآيفونات نقصوا في الثمن أرخص شوية، ومن هنا للقدام، من هنا لشهر 7 شهر 8 حتى لشهر 9 مازال غادي ينقصوا الآيفونات، سيمانة شهر مور شهر غادي ينقصوا مازال في الثمن. ولا كنت كتفكر تاخذ آيفون زوين في حدود ديال 2000 درهم 1900 درهم، فعندي واحد الايفون حاليا كنتيستي فيه، غادي نشارك معكم الفيديو ديالو من دابا واحد السيمانه تقريبا بحال هكا. الا مازال ما مشترك في القناه، مازال ما مابوني، دير ابوني فلاشين باش ديما توصل بالجديد، وما تنساش تفعل الجرس. ويلا نبداو. رجعت لكم جديد، اول حاجه ما تنساش لايك لهذا الفيديو، ونبدا لكم باول ايفون نعطيكم الثمن ديالو واغلى ايفون متوفر حاليا في السوق المغربي، واللي هو الايفون 14 برو ماكس نسخة ديال 128 جيجا. في الجديد حاليا كيدور تقريبا في ديك 13400 درهم 13300 درهم. الى جيت تشوفوا في المستعمل نفس النسخة غادي تلقى ناقص بواحد 1000 درهم 900 درهم تقريبا في المستعمل، يعني الثمن ديالو ديك 12300 درهم 12400 درهم، نفس الايفون اللي هو الايفون 14 برو ماكس. اما الايفون 14 برو اللي ماشي ماكس، اللي صغير عليه في الحجم، اللي كيجي بنفس المواصفات الا انه صغير عليه في الحجم شويه، هذا الايفون هذا الثمن ديالو حاليا في الجديد كيدور في 12300 درهم 12400 درهم، نسخه ديال 128 جيجا، وحتى هو في المستعمل غادي تلقى ناقصه في واحد 1000 درهم على الجديد تقريبا بحال هكاك، يعني غادي تلقاه في ديك 11100 درهم 11200 درهم في المستعمل. اما الايفون 14 بلس اللي كيجي بنفس التصميم ديال الايفون 13 برو ماكس، هذا الايفون هذا في الجديد كيدير تقريبا ديك 9300 درهم بحال هكاك، وفي المستعمل كيدور في 8300 درهم 8400 نسخة ديال 128 جيجا. كما كنقول لكم الاخوان باللي راه الاثمنه خصوصا للمستعمل كيكون فرق ما بين سوق وسوق، وما بين مدينه ومدينه، وما بين حتى حاله وحاله، يعني الحاله ديال الايفون راه كتحكم. نقي مزيان، نقي شويه مساحه ديال التخزين، هادشي كامل راه كيلعب دور في الاثمنه ديال الايفون، يعني راه ما يمكنش هاد الاثمنه اللي كنقول لك انا تلقاهم 100%. انا كنعطيك فكره على الاثمنه اللي دايرين في السوق باش ما تصيدش، باش ما يزيدش عليك شي واحد مثلا 500 درهم او لا 1000 درهم، او لا تلقى ايفون ناقصه فيه 1000 درهم ولا 2000 درهم وتقول هذه همزه، يعني راه ربما غادي تصيد فيه مسروق فيه شي مشكل. فهمتوا، هذا هو الهدف اصلا من هذه السلسله ديال الاثمنه. وبالنسبه للايفون 14 نورمال النسخه العاديه 128 جيجا، فغادي تلقاها كدور في الجديد في ديك 8300 درهم بحال هكاك، وفي المستعمل غادي تلقاها كدور في ديك 7300 درهم 7400 درهم نفس النسخه. اما لا سيري اللي خرجت قبل لا سيري 14 واللي هي لا سيري ديال الايفون 13، نبدا لكم بالايفون 13 برو ماكس. 128 جيجا من هذا الهاتف، هذا النسخه ديال 128 جيجا حاليا في الجديد الثمن ديالو كيدور في 12300 درهم، اما في المستعمل فغادي تلقاه هبط على 10000 درهم، غادي تلقاه كيدور في ديك 9300 9400 درهم نفس النسخه اللي هي 128 جيجا. والايفون 13 برو النسخه الصغيره في الحجم على البرو ماكس 128 جيجا غادي تلقاها في الجديد كدور في ديك 10400 درهم، وفي المستعمل غادي تلقاها كيدور في ديك 8200 8300 درهم النسخه ديال 128 جيجا. اما الايفون 13 نورمال في الجديد ديك 7800 درهم النسخه ديال 128 جيجا، اما في المستعمل فغادي تلقاها كيدور في 6500 درهم نفس النسخه 128 جيجا. اخر ايفون من لا سيري ديال الايفون 13 الايفون 13 ميني، الايفون 13 ميني النسخه ديال 128 جيجا في الجديد غادي تلقاها كدور اولا كتداول ب 6100 درهم 6200 درهم، وفي المستعمل ديك 4900 درهم حتى 5000 درهم نفس النسخه 128. بالنسبه للا سيري ديال الايفون 12، فلا سيري ديال الايفون 12 في الجديد كامله تقريبا ما غادي تلقاهاش متوفره، غادي تلقاها غير متوفره غير في المستعمل، ممكن تلقى في الجديد شي بياسه ولكن قليله. المهم اللي سولت او اللي شفت اغلبيه ما عنده. الايفون 12 برو ماكس النسخه ديال 128 جيجا الثمن ديالو حاليا في المستعمل كيتداول في ديك 7500 درهم بحال هكاك، اما الايفون 12 برو اللي صغير عليه في الحجم حتى هو في المستعمل غادي تلقاه كيتداول في ديك 6300 درهم 6400 درهم نفس النسخه 128 جيجا. والايفون 12 نورمال النسخه ديال 64 جيجا غادي تلقاها كدور في 4700 درهم 4800 درهم في المستعمل. وبالنسبه للايفون 12 ميني فهي ممكن تلقاها في الجديد عند بزاف ديال المحلات، الثمن ديالها كيدور في الجديد في ديك 4000
400 درهم 4500 درهم، وممكن تلقاها كاع بقل شويه في بعض البلايص نسخه ديال 64 جيجا. اما في المستعمل نفس النسخه كدور في 3400 3500 درهم. وندوزو لا سيري اللي قبل من لا سيري ديال الايفون 12 واللي هي لا سيري ديال الايفون 11. ندير لكم بالايفون 11 برو ماكس. هاد لا سيري تاع هي البعض فيها ما غاديش تلقاه في جديد، اولا الاغلبيه فيها ما غادي تلقاه في جديد الا الايفون 11، ربما هو اللي غادي تلقاه متوفر في جديد. المهم ما عليناش، ندير لكم بالايفون 11 برو ماكس النسخه ديال 64 جيجا شحال كدير حاليا. حاليا كدور في 5400 درهم، 5300 حتى 5500 درهم النسخه ديال 64 جيجا. اما الايفون 11 برو النسخه ديال 64 جيجا حتى هي في المستعمل غادي تلقاها كدور في ديك 4500 درهم. اما الايفون 11، الايفون 11 النسخه العاديه من هاد لا سيري، هاد الايفون 11 ممكن تلقاها في جديد عند بعض المحلات في جديد النسخه ديال 64 جيجا غادي تلقاها كدور في ديك 4500 درهم. اما في المستعمل نفس النسخه 64 جيجا غادي تلقاها كدور في ديك 3700 درهم 3800 درهم، وممكن تلقاها حتى ب 3500 3600 درهم. ندوزو للايفون اكس اس ماكس، بطبيعه الحال ما غاديش تلقاه متوفر في جديد في المستعمل كدور توا في ديك 3700 درهم بحال هكاك النسخه ديال 64 جيجا. النسخه اللي صغيره عليه واللي هي الاكس اس، الايفون اكس اس حتى هي ما غاديش تلقاها متوفره في جديد، غادي تلقاها متوفره في المستعمل النسخه ديال 64 جيجا، غادي تلقاها كدور في ديك 3000 درهم قريبه للاكس ار. ايفون اكس ار حتى هو 64 جيجا في المستعمل غادي تلقاه كيدير ديك 3000 درهم. والايفون اكس حتى هو صعيب تلقاه في جديد في المستعمل كيدور في ديك 2500 درهم النسخه ديال 64 جيجا. والايفون اس او 2022 هاد التليفون هذا او هاد الايفون هذا غادي تلقاه متوفر في جديد عند الاغلبيه في جديد النسخه ديال 64 جيجا غادي تلقاها كدور بثمن ديال 4300 درهم بحال هكاك، وفي المستعمل غادي تلقاها ب 3000 درهم بحال هكاك. الايفون اس او رقم 3 او لا النسخه ديال 2022. بالنسبه للايفون اس او لا سيري 2 او لا النسخه الثانيه 2020، ايفون اس 2020 في الجديد تقريبا ما غاديش تلقاها، في المستعمل غادي تلقاها بديك 1900 درهم بحال هكاك النسخه ديال 64 جيجا. وبالنسبه اللي باقي كيفكر انه ياخذ الايفون التقليدي الايفون 8 بلس، الايفون 8 بلس النسخه ديال 64 جيجا غادي تلقاها بديك 2300 درهم بحال هكاك، والنسخه العاديه اللي ماشي البلس الايفون 8 نورمال غادي تلقاها بديك 1650 درهم 1700 1600 درهم تقريبا، يعني واحد 100 درهم 150 درهم كما قلت لكم في المستعمل راه زايد ناقص. هذا هما الاثمنه ديال الايفونات اللي قدرت نجيب لكم في هذا الشهر هذا اللي هو شهر ماي. من طبيعه الحال هاد لا سيري هذه اولاد السلسله ديال الاثمنه كندوزها معكم كل شهرين بعد ما كيكون تحديثات في الاثمنه، كيكون تغيير في الاثمنه سواء هواتف اندرويد او هواتف ابل الايفونات. فشكرا على المشاهده، ما تنساش دير لايك للفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.